الرئيس التنفيذي لشركة اكس ام استراليا. اهلا بك بيتر، نحن نترقب الاجتماع يوم الاربعاء المقبل، هل يمكن ان يكون هناك اي مفاجآت في هذا الاجتماع؟ أعتقد أن الأسواق تحتسب رفعاً للفائدة ب 75 نقطة أساس، لكن هناك احتمالاً بنسبة 15% أن نرى رفعاً أعلى ب 100 نقطة أساس، وبالتالي قد تكون مفاجأة لو حصل ذلك. هذه المفاجأة، النقطة المئوية الكاملة، كيف يمكن أن تؤثر على الأداء أو تصرف الفيدرالي حتى نهاية العام؟ التوقعات تشير بأننا سنرى نسبة ثابتة مع حلول نهاية العام، هل يمكن أن تكون أعلى أو تتغير التوقعات لبقية السنة؟ لابد أن نراقب أمرين. أولا، نريد أن نرى أرقام الناتج المحلي الإجمالي وكيف سيدار التضخم، وأيضا سننتبه إلى قوة الدولار الأمريكي وكيف سيؤثر ذلك، وخاصة أننا سنرى أرقام التضخم من منطقة اليورو. إذا يجب أن نمرر شهري يوليو وأغسطس، وبعدها سنرى وضوحا أكبر بخصوص شهر سبتمبر وكيف سيكون أداء الفيدرالي في رفع الفائدة في آخر ربع من العام. نعم، طب فيما يتعلق بالركود، يبدو أن التوقعات بدأت تشير أكثر إلى احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود. آخر استطلاع لبلومبرج أشار أنه 48% من الذين استطلعت آرائهم يتوقعون حدوث ركود وليس تعثرا أو هبوطا سلسا. أنت ما رأيك؟ نعم، أعتقد أننا سنرى ركودا. أنا أراقب نموذج أطلانتا للناتج المحلي الإجمالي، هو يشير كقراءة أولية إلى تراجع ب 1.6% في الربع الثاني، الرقم سيصدر يوم الخميس. إذا رأينا استمرارا في النمو السالب سنكون أمام الربع الثاني من الانكماش، وهذا يعني من الناحية التقنية أننا أمام ركود، لكن إلى أي مدى سيستمر هذا الركود؟ هل سيستمر لربع إضافي أم سيظل معنا إلى فترة عيد الميلاد؟ طب ما الذي نتوقعه من الفيدرالي في حال دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود؟ ما الذي سيغيره حينها في سياسته النقدية أو في أدواته؟ أنا سأراقب ما سيقوله رئيس الفيدرالي باول. نحن جميعا في حالة انتظار وترقب، والاهتمام سينصب على ما يقوله باول وماذا سيفعل الفيدرالي. إذا كان الركود عميقا، هل سنرى تضخما أعلى طبعا ودورة تشديد وهناك ركود؟ ساعتها السؤال هو هل سنكون أمام ركود تضخمي؟ هذا هو الأمر المقلق، هل سندخل مرحلة من الركود التضخمي؟ أعتقد أن الجميع سيراقب هذه المعطيات في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين. ما دمنا سنراقب كلام الرئيس الفيدرالي، سنراقب كلام باول يوم الأربعاء في التصريحات، هل يمكن أن نرى أي مؤشرات في ظل أيضا الحديث عن تباطؤ ومخاوف تباطؤ قد تقود الفيدرالي إلى استخدام أدوات تحفيزية مجددا أو عودة التحفيز في المرحلة المقبلة؟ يجب أن نكون حذرين، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تأجيج نيران التضخم. هذا يشبه إلقاء النفط على النار وليس الماء، لأن آخر شيء يريد فعله الفيدرالي هو تحفيز التضخم، وبالتالي في الوقت الحاضر هم يركزون على محاولة احتواء التضخم أو كبح جماحه كي لا يرتفع أكثر. طيب، وبالتالي أعتقد أننا في الأشهر المقبلة سنرى صورة واضحة عما طيب هو متاح من أدوات في أيدي الفيدرالي. نعم، ما هي نسبة الركود التي يمكن أن تضغط على الفيدرالي بهذا الاتجاه؟ I
هناك احتمال كبير، أعتقد أننا نتجه إلى ركود، وأعتقد أننا في شهر سبتمبر ربما نرى الفيدرالي يستعمل أدوات أخرى لإخراج نفسه من الحفرة التي وضع نفسه فيها. بيتر ماكواير الرئيس التنفيذي لشركة XM أستراليا، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.